وهل هذه الحبوب المتناثرة في الطرقات والشوارع يجب إزالتها لأنها تسبب الأوساخ للطريق؟ ما هي تسبب الأوساخ فقط، ولكن فيها إهانة للنعمة، لأن هذه الحبوب، حبوب الحنطة أو حبوب الأرز أو اللي تنثر في الطريق، هذه نعمة لا يجوز امتهانها والدوس عليها. وأيضا فيه ناس جائعين محتاجين إلى الأكل، لماذا لا تعطى لهم هذه الأطعمة أو هذه الحبوب؟ فهذا فيه محذوران، المحذور الأول أنه فيه امتهان للنعمة، والمحذور الثاني فيها أذية للمارة. نعم.